أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام في باب أو كتاب الجمعة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا الحديث هو الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف هنا فيما يتعلق بأحكام الجمعة، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري ومسلم. حديث رواه البخاري ومسلم. وجاء عند ابن ماجه من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي هريره، والمشهور انه حديث جابر، المشهور من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو احد المكثرين في روايه الحديث، ووفاته سنه 78 من الهجره، وقد اخرج له اصحاب الكتب سته. يقول رضي الله عنهما: أتى رجل المسجد، أي هذا الرجل جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي أن قدومه كان حال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحالة احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويتكلم، ويحتمل أن يكون قاعدا، وهي رواية جاءت رواها بعض أهل العلم، ولعلها رواية عند مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وقعوده يحتمل أن يكون في بداية الخطبة، ويحتمل أن يكون بين خطبتين كما سيأتينا حديث ابن عمر اللاحق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلوس، الحديث الثالث الآتي إن شاء الله تعالى. فهذا محتمل، لكن كما قال بعض أهل العلم قد يكون الراوي تجوز في الرواية، قال وهو قاعد، وإلا فأغلب الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يخطب، أي يتكلم، وهذه الرواية أشهر وأصح وأقوى، ويستأنس لها بطرق أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة حتى صلى ركعتين، ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، ثم واصل
النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. هذه الروايات جاءت من بعض الطرق عند الدارقطني وعند غيره، وإن كان الأقوى أنها مرسلة أو معضلة، فروايتها من طريق ومن حديث أنس فيها ضعف. الصواب أنها من رواية سليمان ابن طرفان التيمي، فهي رواية مرسلة بل معضلة. فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أي يشرح، قد شرع في الكلام، كان يتكلم عليه الصلاة والسلام. وفي روايات أنه يخطب على المنبر، كان قائما على المنبر. هل هي خطبة الجمعة أو غيرها؟ قال بعض أهل العلم هي غير خطبة الجمعة، والصلاة أنها يوم الجمعة كما جاء في روايات كثيرة مشهورة، وصرح بذلك كثير من رواة الحديث، قال شغلة وذاك يوم الجمعة، وجاء في رواية وهو يخطب يوم الجمعة. فإذا قال جاء رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي يتكلم وهو على المنبر، وذلك متى؟ كان يوم الجمعة. الرجل هنا جاء مبهما لم يبين، وهذه رواية البخاري، فإنه ذكر الحديث في موضعين بالإبهام، وذكره في موضع آخر دون ذكر القصة. ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليركع ركعتين أو فليصلي ركعتين، لكن في موضعين آخرين ذكر أن رجلا جاء إلى آخر الحديث ولم يبينه، كذلك ذكره مسلم على الإبهام، لكن مسلم ذكر طرقا بين فيها هذا المبهم، وأنه سليك الغطفان، واسمه سليك بن عمر، وقيل سليك بن هدبة بالباء الموحدة، فهو سليك بن عمر أو ابن هدبة الغطفاني، جاء هذا في رواية عند مسلم وعند غيره كذلك، فالإبهام واضح هنا، وهو الذي ذكره ابن بشوار في كتابه غوار الأسماء المبهمة لابن بشوار، وهو كتاب في بيان الأسماء التي جاءت مبهمة في الأحاديث، سواء بصورة أخص في المتون وأيضا في الأسانيد أو في المتون والعلو الأغلب. فهذا هو الصحيح، أن المراد هو سليك بن غطفان أو سليك الغطفاني أو سليك بن عمر أو يقال سليك ابن هدوء، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأخر إسلامه وليس له رواية في الحديث، ليس له رواية، لم ينقل عنه رواية حديث، وإن كان جاء في طريق رواه بعضهم من طريق جابر عن سليك، من طريق جابر عن سليك، وهذه الرواية وهمها النسائي وقال هي خطأ، قال هي ماذا؟ هي خطأ، والصواب أنه عن جابر أنه ذكر قصة سليك. قال ابن حجر: لكن يمكن
أن يحمل الإسناد في رواية الراوي وهو إبراهيم بن خالد وآخر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن سليك. قال الحجر يمكن المراد عن سليك أي أنه ذكر لهم قصة سليك، ليس المراد أنه أي جابر تحمل القصة وسمعها من سليك فرواها لهم. قال وهذا له نظائر، له نظائر، فقد قد يكون ورود الحديث أو ورود الإسناد فلان عن فلان ليس من باب الرواية، ولكن من باب أنه ذكر أنه يحكي قصته. فسليك رضي الله عنه صحابي تأخر إسلامه، والأفضل أنه ليست له رواية في الحديث، وإن كان ابن حبان قد ذكره فيمن رويت عن ورود الأخبار، له كتاب لابن حبان بعنوان الصحابة الذين رويت عنهم الأخبار، أي رووا الحديث، فذكر منه سليك، سليك الغطفاني، والصواب أنه ليست له رواية. وجاء في طريق عند الطبراني أن الرجل المبهج هو النعمان ابن قوقل بالقاف، وقيل ابن نوفل، النعمان ابن قوقل، وهذا خطأ كما قال أبو حاتم، والخطأ فيه من منصور ابن أبي الأسود، وهم فيه في قوله جاء النعمان ابن قوقل فجلس فقال الرسول قم فصل ركعتين الحديث، والصواب أنه سليك الغطفاني، سليك الغطفاني. وجاء في طريق آخر أنه أبو ذر، وفيه أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال قم فجلس فقال قم فصل ركعتين، هذه رواية أخرى، لكن أيضا فيها خطأ، لأن الصواب أن أبا ذر أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وهو جالس فجلس فقال عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين، هذه أصل من الأخرى. إذا جاء رجل وهو من سليك الغطفان، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم المنبر وهو يخطب، قد شرع في الخطبة قائم على المنبر، وكان ذلك يوم الجمعة. قال بعضهم يستفاد جواز التأخير إلى هذا الوقت، أي إلى أن يشرع الإمام في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، لم ينكر عليه ذلك، وإنما قال صليت ركعتين من وراءه جلس، فقال صليت ركعتين، قال لا، قال قمت صلى ركعتين. فتأخر المأموم إلى شروع الإمام في الخطبة هذا مألول أو جائز، جائز، قالوا بدليل الحديث. ولكن الآية تدل على أن عند سماع النداء يجب المبادرة إلى المسجد، وهذا يدل على أن وجوب إجابة الجمعة يكون متى؟ بالنداء، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالوجوب يكون بالنداء، وبالتالي فعل ما يشغل عن الصلاة قبل النداء جائز، إذا سافر قبل النداء جائز، لكن إذا نادى المنادي بوقت دخول وقت الجمعة بنداء في وقت دخول الجمعة لا يجب له المسافر، هذا يفيد المبادرة بمجرد سماع النداء، وأن الذين كانوا قريبين من المسجد فهذا يفيد أنهم يبادرون،
وايضا انكار ابن انكار عمر على عثمان كما ذكرنا حديث الدرس الماضي انه دخل وقال الساعة هذه يعني تأتي وقد فعل الإمام المنبر وشرع في الخطبة، أما أن يأتي والإمام على المنبر فهذا لا بأس، مش يعني مأذون، لأن التلبية تكون بعد النداء، تكون بشروف النداء. متى ينادي المنادي يوم الجمعة؟ إذا على الإمام المنبر. لكن هذا في بيان الجواز، أما الأفضل فسيأتينا في الحديث الخامس من أحاديث الباب، حديث أبي هريرة في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة فأتى في الساعة الأولى كان كما قدم بدلا، إلى آخر الحديث الخامس أو السادس، أو السادس نعم. فإذا لا بد من المبادرة، ولا يجوز له أن يتأخر إلى أن يشرع الإمام في الخطبة، لكن أن يعلو الإمام المنبر لا بأس، أما أن يتأخر يتعمد التأخر لأن يشرع في الخطبة فلا، لأن حضور الخطبة واجب، لأن حضور الخطبة واجب. فقال والإمام على المنبر يخطب. وأيضا يدل على منع استفادة هذا من الحديث أن الرجل لعله ماذا؟ لعله صلى ركعتين، متى؟ صلى ركعتين في آخر المسجد ثم تقدم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أصليت ركعتين؟ قال: لا. هذا السؤال، أو في الحديث قال: أصليت ركعتين دون الهمزة؟ قال: لا. فالسؤال هنا دليل على أنه يحتمل أن يكون قد صلى ركعتين، أما لو لم يصلي ركعتين ورآه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مباشرة فكان يقول له: قم تصلي ركعتين فإنك لم تصلي. فلما سأله كان فيه احتمال وارد، وهو أنه ربما صلى في آخر المسجد فيكون قدومه كان قبل شروع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. قال عليه الصلاة والسلام: صليت ركعتين دون همزة الاستفهام، لأن الاستفهام كثير. نعم، في بعض الروايات أصليت، لكن الذي في الأصل في النسخة: صليت ركعتين دون همزة. هذا الذي في الأصل عندكم كلكم بالهمزة، 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 فلنسخة نسخة أي نعم، لكن هو ورد بالهمزة ودون، لكن أظن صاحب العمدة أورده بصيغة دون الهمزة، ولهذا تعرض بعض الشراح العمدة إلى هذه الفائدة، قالوا: صليت ركعتين، قال: دون همزة استفهام، لأن الاستفهام كثير، وإسقاطها من باب التخفيف، باب التخفيف، ففيه الإشارة إلى أن ذلك جائز سائغ لغة، وهو الاستفهام دون همزة الاستفهام، وهذا سائغ في لغتنا الدارجة. أذن يعني أأذن، جاء فلان من الله يعني أجاء، هل جاء؟ من باب التخفيف، وهو حذف حرف الاستفهام. فقال: صليت ركعتين، فيه جواز قطع الإمام الخطبة ومكالمة وأن يكلم من المأموم إذا كان بذلك حاجة ضرورة فائدة، وله نظائر كثيرة. قال: لا. وفيه أيضا مكالمة المأموم الإمام إذا خاطبه، كما أنه يجوز أن يبدأ المأموم بالكلام إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة. الرجل جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الصحيحين، ومر معنا كتاب الوتر، قال: يا رسول الله حدثني عن صلاة الليل، قال: ركعتين مثنى مثنى، إذا خشيت الفلاح صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين.
فكان عليه الصلاة والسلام يكتب. وأيضا في حديث الاستسقاء أن رجلا دخل أنس الصحيحين أن رجلا دخل أعرابيا دخل من باب كانت وجاه دار القضاء فقال يا رسول الله هلكت الشياه وجاء الصبية فدعو الله أن يسقينا فرفع نفسه ده يديه وقال اللهم اسقنا فجاء من الجمعة التي بعد نفس الأعرابي قال أنس أو جاء في بعض الطرق لا أدري هو نفس الأعرابي أو غيره قال يعني هلكت الأموال فادعوا الله أن يحدثها عنا فقال من السن اللهم حوالينا ولا علينا فأيضا أن يبدأ المأموم مكالمة الإمام ولو كان يخطب جاء بشروط إن كان هناك ضرورة أو حاجة ملحة لا بد منها ليه المرة خرجنا من صلاة الجمعة فإذا برجل واضح سيارته أمام الجارحة فين واضح السيارة؟ موش أمام الباب اللي يدخل منها السيارة صاحب البيت أمام باب البيت نفسه يعني صاحب البيت يفتح الباب يلقى السيارة ليش يخرج؟ بس يخرج من دار ماذا يفعل؟ ينجل السيارة يطلع فوق توتى السيارة تكت السيارة لا هذا ما هو فعل ليس فعل من أدب المسلم أن يأذي الناس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في قارعة الطريق لأنك تقطع تمنع الناس من قضاء حاجات كيف تغلق عليه الباب لو أن الإنسان صاحب البيت يعني قد يكون قائل يعني صاحب البيت مطالب بالجمعة لا مطالب بالجمعة لكن يخرج في الأذان طيب لو في مرأة أصابها مرض ولا شيء أو أشرفت على الولادة وكذا كيف يخرجوها منه؟ يخرجوها من الطاقة النافذة الأولى هذا قد يضطر صاحب البيت إلى أن إذا وقع شيء المرأة أصابها ضرر ونحتاج أن نوديها مستشفى ماذا فعل؟ يجي صاحب البيت يتكلم عن الإمام قال يا شيخ هذه السيارة من نوع كذا لونها نظام أسود من نوع كذا إذا كان صاحبها يعني جينا فيها هذا فإذا أيضا مخاطبة المأموم للإمام قد تكون تصرى إذا كان ضرورة أو لحالة ملحة أو نحوها قال لا قال قم فصلي ركعتين قال قم فصلي ركعتين وهذا العبارة استفاد منها ثواب المسألة الأولى هي مسألة أصولية الأمر بعد النهي يقول أهل العلم فيه خلاف في ماذا ينهي وألحقوا به الأمر بعد الاستفهام فنبدأ بأصل المسألة ثم نفرق لما قال جل وعلا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم المحرم لا يجوز له أن يصطاد صح؟ طيب ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وإذا حللتم فاصطادوا إذا صرت حلال فاصطادوا أمر زلم طيب هل معنى الحاج إذا تحلل وأتم الحج يجب عليه أن يخرج للصيد؟ فهذه مسألة الأمر بعد النهي إذا نهانا الله جل وعلا عن شيء ثم بعد ذلك أمر به فهذا الأمر ما لا يفيد؟ قال بعض العلماء يفيد الوجوب وقال بعض العلماء يفيد الندب وقال بعض العلماء يفيد مطلق الطلب وقال بعض من يفيد الإباحة وبعض العلماء قال هو مشترك يفيد مطلق الطلب
دون تحديد الوجوب او الاستحباب او الاباحه، فهو مطلوب فعلي لكن متردد بين كونه واجبا او مستحبا او مباحا. وقال بعض العلماء يتوقف فيه حتى يدل دليل خارج، وقال بعض العلماء يدل على الحكم الاول، يعني ما حكم الصيد ابتداء في الوقت المطلق؟ ما هو حكم الصيد؟ واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح؟ مباح، الصيد مباح، اصل الحكم فيه مباح. اذن الله جل وعلا حرمه من اجل الاحراف، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم امر به، فهذا الامر نقول نرجع به الى الحال الاول، ما حكم الصيد قبل النهي؟ حكم الصيد قبل النهي الاباحه، اذا فالصاد مباح لكم الصيد. وهكذا في سائله، اذا كان الحكم اولا مستحب ثم نهينا عنه ثم امرنا به صار مستحب، اذا كان الحكم صار مستحبا، اذا كان واجبا ثم نهينا عنه ثم امرنا به رجعنا الى الحال الاول وهو ما له كونه واجبا. هذا اصل مساله المذكوره في كتب الاصول. ايضا الحقوا بها الاستفهام، اذا ورد سؤال وبعد السؤال جاء الامر، هل الامر محمول على الوجوب او الاستحباب او الاباحه او مشترك بينها او يتوقف فيه او يحمل على الحكم الاول؟ هذا خلاف بين اهل العلم. فاذا قال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين، هنا امران بالقيام وبان يصلي ركعتين، وكلاهما يجتمعان في حكم واحد وهو حكم صلاه تحيه المسجد. فمن قال هنا الامر يفيد الوجوب قال فاد الوجوب، من قال يفيد الاستحباب قال يفيد الاستحباب، من قال مباح قال مباح يعني جائز، من قال مشترك قال مشترك، فلا بد من تأييد حكم تحيه المسجد بدليل اخر، من قال التوقف احتاج الى دليل اخر ليثبت الحكم، من قال يرجع الى الحكم السابق رجعنا به الى الحكم السابق. ما هي حكم صلاه تحيه المسجد؟ جمهور العلماء على ان تحيه المسجد سنه لا ينبغي تركها، اي مؤكد لا ينبغي تركها، واختار بعض العلماء انها واجبه، اختار بعض العلماء انها واجبه، وبعض اهل العلم يقول ان الاجماع على كون تحيه المسجد واجبه، الاجماع على كون تحيه المسجد واجبه، وهذا حكايه الاجماع في اعتقادي محل نظر كما قال بعض اهل العلم، والاقوى ان الاجماع لا يثبت في هذا، والقول بوجوبها اقوى، والعلم عند الله تعالى. واما المساله الاصوليه فنقول الامر بعد النهي يفيد ما افاده الامر الاول، فان كان الحكم الاول واجبا صار واجبا، كان مستحبا صار مستحبا، كان مباحا كان ماذا؟ مباحا. فهنا الاقوى كون تحيه المسجد واجبه فتعود الى حكمها الاول، قم فصل ركعتين فتحمل ماذا على ايش؟ على الوجوب، تحمل على الوجوب. ما هو حكم تحيه المسجد؟ الوجوب، وقد مر معنا الحديث في القتال، اذا دخل احد المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس في الباب، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مر معنا هذا. فنقول حكم تحيه المسجد واجبه، هذا الامر يحمل على الوجوب، ويستفاد منه ايضا كون تحيه المسجد تقضى ولو فاتت بالجلوس، يعني ان تحيه المسجد لا تفوت ولو جلس، وهذا هو الصواب وهو الاقوى على الاطلاق، سواء تركها عمدا
أو ناسيا أو جاهلا. بعض الشافعية فقط قال إن تركها عامدا عالما لا تقضى، إن تركها جاهلا ناسيا ماذا؟ قضي. والحديث ليس فيه أنه كان عالما بوجوبها، ليس فيه أنه كان عالما بلزومها، فإذا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. نقول جاء في رواية عند ابن خزيمة أنه عاد من الجمعة الثانية فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين. وفي رواية عند أحمد بن حبان عاد أيضا في الجمعة الثانية، فربما يكون نسي، ربما يكون تعمد وهو يعلم. وعلى كل على فرض ثبوت هذه الرواية وأنه كبر فيها مرتين أو ثلاث أو عدم ثبوتها، يعني فقوله قم وصلي ركعتين أمر بذلك، وهو ماذا؟ يحمل على عمومه، فتحية المسجد لا تفوت ولو تركها عامدا عاليا، وأيضا بل أولى ناسيا ساهيا غافلا جاهلا لشغل شغله أو نحو ذلك، فإنه يصلي أضحى. وهذا أقوى في الدلالة على وجوبها، فلا تفوت تحية المسجد. طيب مسألة الباب، حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب، هل تشرع أو لا تشرع؟ ذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة وأكثر أهل الحديث، وقول الظاهرية وأيضا أحكام كثير من السلف ومنصوص عن أبي سعيد الخدري أنها تصلى ولو كان الإمام يخطب، تصلى ولو كان الإمام يخطب. ودليله هو الحديث قم فصلي ركعتين، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام توجه إلى الناس فقال إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس، وقال له قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وفي رواية ولا تعد لمثل هذا، إيش هو مثل هذا؟ التأخر. وهذا يرجعنا للمسألة الأولى، وهو ماذا؟ أنه لا بد أن يحضر قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، هذه الزيادة التي هي عند الدارقطني وغيره قد يستأنف فيها ويستفاد منها لزوم حضور قبل الشروع في الخطبة. فقال قم فصل ركعتين وخاطب الجميع إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، قبل ماذا؟ أن يجلس. فهذا هو الأقوى. وذهب جمهور المالكية وهو قول من مالك والأحناف وهو مروي عن بعض التابعين ونسبه بعضهم إلى بعض الصحابة، وليس في ذلك ما يدل صراحة أن الركعتين تسقط بشروع الإمام في الخطبة. ودليل في هذا الحديث الذي سيأتي ذكره، أظن الحديث الرابع أو الخامس، حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أرقص فقد لغوت، حديث الخامس فقد لغوت. فقالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممنوع منه، فمن باب أولى الصلاة، مع أن الأمر والنهي واجب، وهذه الصلاة عند الجمهور سنة، فإذا كان الواجب متعلق يسقط فكيف بالسنة؟ هذا من باب أولى. فقالوا تسقط ركعتين، وانشغالهم بركعتين لا شك أنهم مشتغلون عن الإنفاس وعن السماع، فهذا من باب أولى أنه ماذا؟
يمنع من ماذا؟ من الصلاة الركعتين. قال هذا دليله. طيب لهم أيضا أدلة أخرى في منع الركعتين وهي كثيرة، نذكر بعض منها باختصار مع الجواب عنها مختصرا. قال بعضهم هذه حالة عين لا عموم لها، فهي خاصة بمن بشدين الغطفان، واستدلوا لذلك برواية رواه أصحاب السنن، وفيها أن رجلا كان رث الهيئة أو دخل بهيئة بذة أي لباس مخرق ونحو ذلك، وأيد ذلك برواية للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل دخل بهيئة بذة فأردته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطر له فيتصدق عليه. هكذا قال، وهذا أيضا جوابه واضح، وهو كونه أمره أن يكون يصلي ويتصدق عليه الناس لا يمنع جواز حديث المسجد. ثم الرجل عاد إلى ذلك ثانية وعاد إلى ذلك أيضا ثالثة، ولو كان هذا القول سليما لكان دليلا على أن صلاة ركعتين في أوقات النهي لمثل هذا السبب سائغ، وهم لا يقولون به. يعني إذا جاء بعد العصر أو الشمس تريد أن تغرب، هل له أن نقول له قم صلى ركعتين حتى يراه الناس يتصدقون عليه؟ لا يقولون بهذا، فهذا هو أيضا جوابه. قلت يقول على أنه جاء مرة ثانية كما عند المسيح بن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا عند الحبان بن أحمد أنه فعل ذلك ثلاثة. قال الأمر الثاني هي خاصة بهذا الرجل، لأن في رواية ابن حبان قال: لا تعد لمثل هذا، وهذا ليس صريحا، لا تعد لمثل هذا ليس للصلاة وإنما للتأخر، لأنه قام فوق صلاة الزوج فيهما ثم خاطب الناس جميعا: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين، فليصلي ماذا؟ ركعتين. قالوا أيضا تحية المسجد تفوت بالجلوس، وهذا جوابه هو الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فصل ركعتين، وكان الرجل ماذا؟ قد جلس، وكان الرجل قد جلس. أما قولهم يفوته الإنصات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت صاحبك أنصت فقد لغوت، فهذا الذي يصلي يتكلم فيفوته الإنصات. جوابه قد يقال أنه ماذا؟ لا يعد متكلما، لأن صلاته سرا في حكم الساكت، بدليل حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين تكبيرة الإحرام والقراءة ماذا تقول فيه؟ قال: أقول وهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، مع أنه تكلم فعد قراءته سرا سكوتا، فيكون في صلاة ركعتين سرا في حكم الساكت شرعا، فلا يكون ممن اشتغل عن ماذا؟ عن الصلاة. قالوا: الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الجواب: الخطبة ليست كلها قرآن، فيها بعض الآية، وما جاز وما منع ابتداء لا يمنع تبعا، فهو يمنع ابتداء إذا قرأ القرآن أن يعرض عنه، مأمور إذا قرأ القرآن ينصت، لكن الخطبة لا تبدأ بالقرآن، تبدأ بكلام وفي ثناياه يكون الآية، فهو مشتغل بالصلاة غير معرض عن ماذا؟ عن القرآن. استدلوا بحديث آخر وهو حديث عبد الله بن بشر رواه داود النسائي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يتخطى الرقاب، قال: اجلس فقد آذيت وآنيت، آنيت أي تأنيت تأخر من الآن والوقت، يعني تأخر في الكذوب، وآذيت غيرك تأخذ عليهم، يعني تتخطى رقابهم، كيف هذا في الكتف وهذا في رأسه وهذا
فجلس. قالوا لم يأمره بماذا؟ شهيد المسجد. وهنا يقال هذا احتمال، يحتمل أن الرجل صلى بالخلف ثم تقدم، يحتمل أن الرجل صلى بالخلف ثم تقدم، يحتمل أن هذا كان قبل أن يلزمهم صلى الله عليه وسلم بركعتين، أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فالاحتمال فيه وارد. وها هنا تجد القاعدة، الدليل إذا دخله الاحتمال تساوى ثوب الإجماع وسقط به الاستدلال، وسقط به ماذا؟ الاستدلال. فالقاعدة هنا تنزل فيجاب عنهم بهذا الجواب. قال جاء في رواية عن ابن عمر عند الطبراني إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. قال لا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. وهذا الحديث ضعيف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، لأن فيه أيوب بن نهيك أو وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث. كذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن الخطبة حتى صلى سليم ثم واصل في الخطبة، وهذه رواية ضعيفة وهي كما ذكرت مرسلة بل معضلة من طريق سليمان التيمي. وقال بعضهم كانت الصلاة قبل الخطبة لرواية عند مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، وقد سبق الجواب على ذلك لأن القعود قد يكون في بداية الخطبة وقد يكون بينهما. والأقرب أن الراوي تجوز في الرواية لأن أكثر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قائما وكان يخطب عليه الصلاة والسلام. قالوا كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة، لأن الكلام في الصلاة الأول كان جائزا ثم حرم، فكذلك هنا. وهذا بعيد لأن سليك أسلم متأخرا. قالوا أيضا القياس، الصلاة في وقت النهي ممنوعة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو داخل المسجد، فإذا قام الإمام على المنبر ليخطب من كان داخل المسجد يمنع من التنفل، ومثله من كان داخلا إلى المسجد. نقول هذا قياس مقابل النص، فهو فاسد الاعتبار كما يقول علماء الأصول. قالوا أيضا إذا دخل الرجل المسجد والإمام يصلي سقطت تحية المسجد، يدخل معهم في الصلاة. فكذلك إذا دخل والإمام يخطب سقطت تحية المسجد ويجلس يستمع للخطبة. وهذا أيضا قياس مع الفارق وهو معارض للنص، لأن دخوله والإمام يخطب هو يريد أن يجلس ليشغل بقعة، وذلك مأمور بأن يصلي قبل أن يجلس، بخلاف من دخل والإمام يصلي فإن ذمته قد شغلت لماذا؟ للصلاة. قيل أن الركعتان ليستا تحية المسجد، قيل أن الركعتين ليست تحية المسجد بل هي صلاة كانت صلاة كالذنب، فقال صليهما وليست هي تحية المسجد. واستدلوا وأيدوا ذلك برواية الوليد بن ماجه حديث جابر أنه قال لا، قال أصليت قبل أن تجي؟ قال لا، قال صلي ركعتين. ولهذا قال الأوزاعي وهذا اختياره، إذا كان صلى في البيت ركعتين فإذا جاء ودخل إن لم يخطب لا يصلي، وإن لم يكن قد صلى فليصلي. فكأنه تحمل على أن هذه ركعتان هذه من الصلاة من السنة القبلية للجمعة، من السنة القبلية للجمعة، وهذا ليس لازما لأنه قد يكون المراد قبل أن تجيء إلى هذا المكان، فلربما يكون قد صلى في آخر المسجد، في آخر المسجد. وقيل أيضا لعل الخطبة ليست خطبة الجمعة، وهذا بعيد لأن أشهر رواية أكثر رواية على أن ذلك كان يوم الجمعة. ورد مالك الحديث بعمل أهل المدينة المتوارث خلفا عن سلف، فهو في حكم الرواية، وأنهم لم يكونوا يصلوا إذا دخل أحدهم الإمام يخطب. أقول وهذا غير ثابت من عمل أهل المدينة على عمومهم، لأن هناك من كان يرى صلاة ركعتين والإمام يخطب كما ثبت
من حديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي وابن خزيمة وصححاه، ورواه أيضا البيهقي أن أبا سعيد الخدري دخل المسجد في عهد أحد خلفاء بني أمية وهو يخطب، فصلى ركعتين فجاء له لينهى عن ذلك، فقال وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم ومع شريك الغطفان، وقال إذا أتحدثتم الإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قالوا أيضا عثمان لما تأخر ودخل مسجد عمر رضي الله عنه لم يأمره بأن يصلي ركعتين، وقد كان جمهور من الصحابة حاضرين، فهذا يدل على تأييده، هذا دليل على أنه ماذا لا تصلى. نقول هذا يدل على جواز تركها ولا يدل على منع فعلها، لأنه لم يأمره، وهذا دليل على أنه دخل جاز أن يجلس، فإن صلى هل يقال يمنع بدليل فعل عمر بن عثمان؟ ليس يدل على ذلك، ليس دليلا، لأنه لم يأمره فقط، دل على جواز تركها ولم يدل على المنع من فعلها، مع أنه يقال هذا محتمل، فلعل عثمان صلى في آخر المسجد، وهذا معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفيد العموم والحجة في المرفوع، والحجة في ماذا؟ في المرفوع. قالوا هذا قول جمهور الصحابة، وذكروا في ذلك آثارا وهي لا تدل على ذلك وليست صريحة، مثل أثر عمر مع عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ولعلها تحمل على التنفل لمن كان داخل المسجد، فهذا الذي ذكروه ليس صريحا. يستفاد من الحديث أن الخطبة لا تمنع الداخل إلى المسجد من يصلي ركعتين، كما يستفاد منه جواز تحية المسجد في وقت النهي والكراهة، ويستفاد منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، ويستفاد منه أن الخطيب له الأمر والنهي ولو كان حال الخطبة. أي نعم. كذلك استدل بأثر آخر فاتني أن أذكره، وهو أن صفوان دخل المسجد الحرام فاتكلم الركن وسلم وجلل، وكان ابن الزبير يخطب فلم يأمره بالركعتين، هذا يعني غاية ما يدل على جواز تركها، ولربما كان ابن صفوان يرى أن تحية المسجد الحرام هو استلام الركن فاقتصر على ذلك وليس قويا في منع الركعتين حال خطبة الإمام. فهذا ما يمكن أن يذكر من الفوائد في هذا الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نقرأ في شيء في الكتاب العمدة الشمائل المحمدية.